يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولدي يتعبني عند إيقاظه للصلاة ويؤخرني عن الحضور لها، سؤاله هل أتركه وأذهب إلى الصلاة لوحدي؟ كذلك يا فضيلة الشيخ، هو يصاحب رفقاء السوء وقد تعبت معه، فما نصيحتكم لي؟ هل أخرجه من البيت إذا استمر على هذا؟ عليك بالصبر عليه، عليك بالصبر عليه، وبإذن الله إذا صبرت عليه ولم تلن معه فإنه يتعود ويحضر معك للصلاة. أما إذا شافك أنك تساهل معه وأنك تروح وتخليه فهو يبي يثقل، فعليك بالصبر مرة مرتين ثم يتعود إن شاء الله. ولا تطرده من البيت إلا إذا كان يستطيع الاستقلال بنفسه، عنده ما يغنيه. أما إذا كان ما معه شيء فلا تطرده من البيت، لكن اصبر عليه وبالأمر والنهي نعم.